السلام عليكم الإخوان، ومرحبا بكم وتحياتي للجميع في هذا الكانتي ديال اليوم الغد يوم الأربعاء على الشانتي اللي في لا ديستانس اللي غتكون 1300 ريفيرونس 19 الكلاس دو صاب الفيبر. الخيول المشاركة الإخوان، المهم الإخوان اليوم جابوا سيدي، جابوا لينا ان 14، قتلوا ديك 10 طروا 10 طروا ان 14. باش تعرفوا الإخوان كاين البياج، كاين يعني ملي كتحط لك الصحافة جوج ديال الخيل في الراس راه واحد فيهم غادي يجي، ماشي مرة، ماشي جوج، ماشي 100 خطرة، ماشي 200 خطرة، يعني 99%. هذا يدل على ان كاع الصحافه دايره يديها مع البي ام اي 100% اخواني، يعني 100%. دونك واش 10 3 ولا 1 14 مع ال 11 او ال 12 اكس، ربما واحد الصديق اليوم اني لا لوردر ولكن في 10 ديال الخيل اوردر، ما الى اوردر بالله تيلعب طويل، تيقدر يلعب حتى تيلعب تيقدر يلعب حتى تقريبا حتى مليون ديال الفرنك تيلعبها. عرفت علاش؟ ما عرفتش علاش، السبب الرئيسي علاش 14 11 15 9 حتى داك السايز توا كنت دخل داك السايز مصيبة. هادي راه تانيلات، وانا كنعرف هاد السيد يعني يقدر يلعب حتى مليون في الكانتي، ما عندوش المشكل. ما عليناش الاخوان، كما غادي بالنسبه لواحد الواحد راه كان دار ليا واحد التعليق ومسحو، قال لي انا كنربح ب 12 درهم، هذاك الشيء اللي كدير ما منوش. قلت له خويا مرحبا، الهضره الخاويه ما عندنا ما نديرو بها، الخش بيش راه ما عندنا ما نديرو بيه. قال لك انا 6 سنين وانا كنخدم على واحد الطريقه ديال الحساب، كنربح ب 12 درهم. ايوا خويا اغيتنا ولا بقات في الهضري كما قالوها المراكشيين، تحية الناس مراكش، بقات ليا في الهضري. ولا وعلاش مسحتي الميساج؟ انا بغيت نطلع الميساج نشوفو الاخوان باش نضحكو شي شوية، ولكن مسحتيه يعني للاسف. انا كنتحداك، هذا تحدي، اجي اخويا اللايف، انت قول دوك الخمسة وزيدهم ربعة من موراهم، هاي غدا هاي نزيدهم بربعة، ما تزيدهمش انت غير خمسة، تلعبش غير خمسة، نزيدهم انت ربعة من موراهم. ولا بقات في الهضري تشرك الفم، تربح بخمسة، تلعب بخمسة، تربح ب12 درهم. تضحكوا علينا ولا ما عرفت كيفاش. على كل حال يا اخواني، كورسا راه ديفيسي، راه ماكينات ديفيسي، اون سي ستاروا رانسون رويال اخر كورسا كانيو في الدوفيل، كان دار معاه ال 14 دوزيام و ال 8 تروازيام، 5 رايسيف من اخطر الخيول في البيس اون صاب الفيبر، دار لينا 4 مؤخرا شهر جوج في الشونتي اللي في شهر جوج، دار لينا 4 واحد البري ديال 27 في الكونديسيون، في الكونديسيون مشى ب 55. شكون اسيدي اللي رابحو النص دوغ والطروة ماجيك فاتي والشيك مي هندي، هدوما اللي ربحوه، كانوا جراو في الكونديسيون الكلاس دو. هادي هادو خيول تيمشيو بيناتهم و تيعرفو الطريق و تيمشيو فافوريين، تيبقاو نحديو منهم. المهم انا سيليكسيون هاد نخليو هادو جانبا، هاد اون 5 تروا راه
سبحان الله العظيم العود اللي ما كنحملوش في لي فافوري وليتي خليهم جانبا ياك 11 و5 الطروا و5 والطروا والديس مشاو بيناتهم هما والان هما والان شاك مي هندي. المهم الاخوان لي زوت سايدر ديالي غيكون الرومانتيك مون هذا هو عودي هذا جاي ليا من الشونتيلي يا الاخوان وما عمرو ما دار الشونتيلي دونك تيدير البو الكانتي ديالو نو بلاسي تروازيام في الدوفيل في 1500 مع من خاسر ما خاسر. المهم الاخوان مع التوتال سيسيو بوي سيرانو مونامي دوكوسيوس كانت في ميلان عندها 4 سنين تنظن ما غاتمشيش توكار هادي ما غاتمشيش توكار رومانتيك مون ما غاتمشيش في الاوتسايدر هادي يعني عندها ان كانتي دروازيام دارتونغي فايتافان شوبفال المهم كاتيغوري زوينة كانت في كوردة زوينة و 53 خلاو لها 53 اول خطرة غتدخل لينا الشونتيلي هي لي زوت سايدر ديالنا الاخوان كاين 7 مويفا كاين بيدريتو رقم 2 بيدريتو رقم 2 ماكسيم غيو بالرغم من الصعوبات لاكورد 6 لاكورد 6 دار لينا نو بلاسي في دوفيل في 1500 هو مانيت هما دوك الرباعة الهوتون والدكتور رون وكان خسر هنا النيس دور لوديس هو اللي كان خسر امو جوج دونك العشرة ولا في الفافوري العشرة ولا في الفافوري وجوج ولا في الدوكار ماكسيم ديو اذن يا اخواني الكرام شكون هو الاوتسايدر كوين اوف سبيد يقدر يكون هذا لويجين ديال سيوني مادموزيل كاميل كولي فيدال هذه بنت المدرب روبرت كولي عاود لا صوت لا صوره اربع د الكانتيات جوج ديال لابلاص ولكن هاد الجوكيه تقدر تدخل العود تقدر تدخل العود نورمالمون تدير لالين دروا واعره في لالين دروا عمرها ما مشات عليه مشى عليه مايلو مشى عليه يا سيدي بينوا ربح لينا واحد العود جو بونس لو 6 هاد العود دون بلاسي ايدي هاردوين هنايا كان خسر لينا مع الان 53 كيلو الراي ستيف 56 كيلو هي كانت مشات 56 ايدي هاردوين فافوري ولكن الاخوان المشكلة انا عندي في الجوكي ايدي هاردوين دار معاهم 5 ايام مع الراي ستيف اللي غيمشي في الفافوري وستاتي راسكال كذلك ستاتي راسكال غادا تاهي فافوريات في ميلا لاكورت سيد سيادة واش هاد العود ريفيرونس 16-17 زايدة عليهم هاد العود هاد العودة أولا هاد العود زايد عليهم هاد التسعود في ميلا وإنما المشكل عند لي جوكي عند الجوكي ديالها 55 كيلو فيها 9-10-11 نورمالمون يقدر يبان واحد تما ولا جوج 14-15-0-15 بالنسبة للاكورد اللي كتجي الاخوان لاكورد 2-1-3 لاكورد 2-1-3-5-6 لاكورد 2
توجي كانت 45، توجي كاين في الباسي لا كورد واحد ولا كورد جوج ولا كورد ثلاثة ولا كورد خمسة ولا كورد ستة. الذي بعت كيخرجوا كيبقاو. إذا 2021 كورد سيز باك الكوفي. شوفوا الإخوة لاحظوا معايا، ماجيك فاتي في 2021 وتوجيك 2022، جوج الخير كاينين في الباسي كما كنشوفوا. لا كورت 6 2 3 طروات ديس، يعني ما تلقاش اليوم راس الخيط هاد الناس. راس الخيط تمشي الكرة صغيره غير يجيك شي عود مفاجاه. اذا غنمشيو معاهم حتى حنا في الهيت ديالهم. هنا لا كورت 6 لا كورت 15 لا كورت 3 لا كورت 2 لا كورت 4، دونك الكرده اللي كتعاود لا كورت 15 ولا كورت 6 لا كورت 2 ولا كورت 3 هي اللي كتعاود لا كورت 2 لا كورت 3 و 6 هو ال 15. إذن الإخوان خيول اللي جرات العام اللي داز الآن نشوفوها شكون هي. هنا التوجيك هو اللي كاين، هي توجيك، هي توجيك فايت فاند مادوس سبينيش هونيس نو بارت جاكسون فيرفون، كاين غير هو توجيك ميرزابايف. عقلت علو هاد الكانتي هذا، عقلت علو. ايوا ايوا سيدي في 2000 و ماجيك فاتي في شانتي مع كريستوف سوميو. شوفوا شي عاود مشى معاه باقي معاه. بركات لي اكسكاليبير تارك امريكا ريتوس كريواي كوتسوناكوس كوتسوناكوس كوتسوناكوس. هذه شركة ديال كوتسوناكوس، هنا في كازا خوتي هاد الشريك. على كل حال الاخوان، ايوا شكون هو اللي في لاكورت سايز رقم جوج؟ القرد بيدريتو ماكسيم جيو. لاكورت كينز دوز ستيفان باسكي. لاكورت دو كراسيس. لاكورت تروا لاكورت تروا لاكورت تروا لويت باتشيلدي ديميرو. غير العناوين الرئيسية وصافي، العناوين الرئيسية وصافي. يعني دو تروا كات واحد سينك سيس واحد ستة وخمسين ونص تبقى أبار هي والسبعة. خمسة وخمسين كيلو واحد ثلاثة وخمسين كيلو واحد. هادي غادي في الأخر غنديرو ليها واحد التحليل نفسي، تحليل طبي، تحليل كيف ما بغى يكون. ناخذ عاود 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 مينيموم ناخذ 4 ونديروا الاكس. المينيموم ناخذ 4 ونديروا الاكس. يعني انا جو بونس غادي نختار عاود الكنز بعدا هو لقيت الكنز. الكنز تما كاين تما كاين. الا ما خديتش الكنز خصني ناخذ 6 لان ال14 ما بانش ليا فيه. شونجمون دو كاتيجوري، شونجمون دو جو لونترينور هذا كوم سايهي ديال ماركوس نياج غيولي عند دافيد وان درايف. سيز عندي لي واحد تحفظ مي غادي نختار لو كنز. لو كنز او سايدر ديالنا باس دونك 55 كيلو. ماذا نتوقع من ناف ديس 11 12؟ تما فين كاينه الشريه؟ الشريه كاينه تما. القضيه فاش زوينه عند الخمسه وعند سته. هذه شريه زوينه، هذه عند الخمسة وعند ستة وعند السبعة وعند الثمانية. تما نشريو ناخدو القاعدة ندخلو عند دو تروا كات ونمشيو لعند الخمسة وخمسين كيلو. تما كاين تما كاين. دونك خمسة سبعة خمسة ثمانية خمسة سبعة لا عفوا خمسطاش خمسطاش سبعة خمسطاش ثمانية خمسطاش سبعة خمسة خمسطاش سبعة 8 15 7 6 وخاصيت انا ما عنديش والله اعلم. يعني الا جينا نشوفوا على البوا ضروري خصنا نزيدوه. المهم انا غادي نديروا ليها واحد التحليل طبي، نديروا ليها واحد العمليه جراحيه ان شاء الله ونحطوها في اللايف. تحياتي لكم، خليت لكم الراحه ومع السلامه.